مش 20 سنة. علاقتك معهم مش من هناك. من أنا من 8 سنوات. سنين من علاقتي سنوات. معهم. نعم. بس كانوا يزوروا المنطقة عن طريق مكاتب أخرى. نعم. وكان الفيلا اللي أنا اشتريتها حاولوا هم يشتروها أو يستأجروها. هي كانت مبنية من الأصل. مبنية قد آه مبنية من الأصل. مش أنا بنيت الفيلا. أنا في فيلا وفي مشروع. بيختلف يعني مبنيين. هلا اللي شفنا تصميم الحريق بالفيلا. التصميم هذا تصميم المشروع اللي هم ضده. طب الفيلا اللي شفناها اللي إلى مدخل بالبداية درجين ده كذا. هذه فيلا هذه فيلا أنا مسكن أنا فيها موظف عندي موظف. يا ريت إذا كان الإخوان في المراقبة معانا خلينا نشوف بس مدخل الفيلا إذا سمحتوا. تفضل. الفيلا هاي في اللي موظف هندي. نعم. أنا مستقدمه بتصريح عمل. نعم. وإقامة يعني قانونية. أي الفيلا خلينا نشوف أنا. هذه فيلا هذه فيلا قديمة شريتها من السيد خالد القطامنة. خالد القطامنة. يعني الأصل. طب شكرا كثير للإخوان في المراقبة. يعني اشتريتها من الأخ خالد القطامنة يعني بمعنى إنه مالكها الأصلي مرخصها. مرخصها طبعا. ماخذ ترخيص فيها وماخذ فيها شو بيقولوا إذن إشغال. نعم. وأنت اشتريتها منه بسند قانوني. قديمة سند تسجيل قانوني. شريتها بال 2011. ليه ما قال عن خالد القطامين إنه هو بده يعمل حسينية؟ ما بعرف إيش يعني ما بعرف ليش. لا بركي عشانك أنت يعني مربي دقن صغيرة. يمكن. هما يعني زي ما حكيت لك في أغراض شخصية ورا الموضوع. ما بدنا نوصل له إيش الغرض؟ الأغراض الشخصية ورا المشروع إنه هما عملوا في جمعية عائشة أم المؤمنين. هذه الجمعية اللي عملوها تمويلها يعني هذول الجماعة بيجيهم تمويلهم من الخارج. نعم. من جهات أفراد أو غيرهم ما أناش فيهم الدولي هي اللي بتتابعك. هم كل هدفهم شراء هذا المشروع لأنهم هم طلبوا شراءه. المشروع ولا الفيلا؟ المشروع. طب ما هو لسه مش قائم بتقول لي. ما أنا بستغرب لا شراء المشروع بوقته زي ما هو كان مبني. لا هو أنا ماشي في البناء. أنا خلصت أول خلصت السرداب والأرضي ومبلش بالطابق الأول. عظم. عظم يعني طبعا مش عظم مش عظم مش بحجر لسه طبعا البناء جاي ماشي هم بدهم المشروع هم حركوا الفيلا انتقام ها بدهم على اساس يزهقوني يعني انا هل طلبوا منك صراحه انهم يشتروها منك طلبوها امام المحافظ والمتصرف في الاجتماع اللي اشرت له بتاريخ 29/8/2012 طلبوا قالوا بنشتريها ودفعوا لك ثمن؟ ما دفعوش ثمن وطلبوا توقيف البناء فيها لمدة 6 أشهر على أساس أنه يجمعوا ثمنها قلت لهم فيش أحد 6 أشهر يعني الواحد هو بده يقف على الطريق ثمنها أنا بعطيكم شهر المتصرف يعني أنت كنت ناوي تبيعه؟ أنا استعديت لما شفت فيه مشاكل قلت يشتروها يريحوني من وجعة الرأس شو بدي أعمل؟ طب يا أستاذ جميل خلينا نفترض جدلا انا وياك انه المشروع تبعك هو حسينية بدنا نفترض هيك ماشي تفضل لانه مش هو ماشي. طب الجماعة الثانيين اللي يعني اللي انت تقريبا بتتهمهم بحرق الفيلا نعم ليش بدهم يشتروها إذا كانت هذه حسينية بدهم يعملوها لجمعية عائشة أم المؤمنين دار تحفيظ قرآن وإلى آخره من هالشيء هاي يعني هي الغاية هم بدهم يشتروها وكل الضغوط وحركوا الفيلا ضغوط علي حتى أبيعها بثمن بخس يعني أني عاوز أنا ألملم حالي وأهرب هم هيك مفهومهم وعاوزين هم يبيعوها أو يأخذوا ثمنها من الجهات اللي بتمولهم بأضعاف والفرقية حطها في جيبتهم هذا المختصر لا حول ولا قوة أبدا لا حول ولا قوة إلا بالله. طب يعني هل يعني حرق الفيلا ما إلها دخل بالمشروع؟ طب ما بدي أرد كمان مرة ثانية حتى لا يفهم كلامك بأنه يعني نكاية أو شيء من القبيل. قديش دفعوا لك فيها؟ قديش مثلا نسبة خمس سدس عشر نصف؟ أنا حتى هم لإلي ما دفعوا. بعثوا واحد. يفاوضوا بقول لك في عندنا أرض بنعطيك أرض مقابلها أيه. طب أنا إذا أنتم رافضيني أبني أعمل مشروع في المال أخذ أرض شو أسوي فيها
بركة تعملها شيء ثاني. شو بدي أعمل زراعة؟ آه. شيء لا شيء الأمر... ثاني أي شيء ثاني متصرف لواء المزار في فترة سابقة كأنه عنده خبر أجا قال له بحكي لي بوقتها على التليفون طبعا قال له بقول لي بتبيعه بمئتين ألف قلت له أنا مشروع بهذاك الوقت هذا بشهر ثمانية بشهر 11 السنة الماضية قلت له أنا قدمت كشف بأن المشروع لغاية تاريخه مكلفني والمشروع 418 ألف تدفعوا لي 200 ألف شو أنا ساركو يعني طبعا طبعا حضرتك لما توصلت المرحلة هاي من البناء عندك ثمن اسمنت ثمن حديد في فواتير المقاول انا كنت كاتب للمحافظ وللمتصرف زودته بالتكاليف وثمن الارض وثمن المخططات 418 الف دينار ايش يقول 400 الف بدهم يشتروا 200 الف طب كيف يعني غبن اي حق وبعدين يعني اولا احنا بدوله قانون وبدوله تحترم الشعائر الدينيه وبدوله يعني تحافظ على كل المناهج الفكريه العقائديه وعندنا مفتوح حوار الأديان وفي الأخ محمد قاعد بيذكرني برسالة عمان اللي هي تحوي أو هي الحاضنة لكل هالأفكار اللي عمالنا بنحكي فيها هيك بصير فيها سيدي هيك بصير يعني يا إخوان أرجوكم خليكم معايا أنا يعني يمكن أكون شوي متجني ما بعرف لكن أنا أقول الحق إذا كنا في دولة القانون وفي دولة تحترم مواطنها وفي دولة ترعى هذا المواطن وفي دولة تبحث عن استثمار المواطن الحقيقي في على أرض الوطن ويحصل معنا هكذا أين نذهب مشروع لم يكتمل بغض النظر عن إيجابياته سلبياته المبدأ اللي رايح عليه مكلف 400 ألف تعال اطلع وخذ 200 ألف ليه شو الموضوع طيب ما لم يوافق الرجل لانه مش معقول واحد يعني صار له 6 شهور مثلا بيبني او مش عارف قديش الفترة الزمنية دافع 400 ألف ياخذ 200 ألف يطلع بديش ما بدي ابيع على الاقل اعطوني تعبي اعطوني مش تعبي اعطوني ال 400 ألف بروح بحرق المشروع بحرق الفيلا يعني هذا التصرف تصرف لا مسؤول وتصرف ينم عن حقد عميق سوداوي من الواجب أنه جميعا نقف أمامه وهذا نوع من الإرهاص النفسي المجتمعي حولوه بطريقة ذكية جدا ولملموا شوية شباب يصيحوا ويخانقوا وحرقوا بدعوة أو بأخرى حقيقة مش هذا أردننا ومش هذا الأردن اللي بينادي فيه جلالة سيدنا إطلاقا مش هذا الأردن إطلاقا مش هذا البلد اللي إحنا نعتز فيه إطلاقا مش هذا البلد اللي إحنا تنسمنا هواه إطلاقا مش هذا البلد اللي تغبرنا بترابه خليني أخذ التلفون بعد إذنك أستاذ جميل هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك أستاذ الله يبارك فيك مين معي كيف حال الضيف اللي عندك يبارك فيك مين معي الحمد لله محمد اهلا وسهلا اخي محمد مش واضح تفضل يا اخي محمد احنا معك تفضل اخي محمد بسأل ضيفك انه المشروع مرخص مرخص نعم وقانوني وقانوني 100% طيب الحكومه مغمضه عنه يعني الحكومه مش مغمضه عنه ما هي المحافظ والمتصرف وعندهم علم وعندهم كل المعلومات الخاصه بالمشروع طيب ايش يحرقوا لك الفيلا هذا مش حركوا الفيلا يا سيدي العزيز حركوا الفيلا لوسيله ضغط وسيله ضغط علي انا يعني وكان قصدهم وكان قصدهم بالفيلا انه يضغط عليك مشان تبيع ال 200 مشان ابيع بالضبط مشان ابيع المشروع وشيء اخر لولا يعني لطف ربنا في انا بالفيلا مسكن في موظف لإلي وعائلته هو وزوجته واطفاله ولولا أن تدخل الدفاع المدني في الموضوع كان حرق ونزلوهم من السلم من الطابق العلوي وإلا كانوا فيها. ماتوا حرقا طيب أبو أستاذ جميل دفنك كمان سؤال والله تفضل
في إيش يعني مشروع كامل أنت بدك تسويه؟ في إيش مخالف للتشريع الديني؟ في إيش مخالف نهائيا ووقعت؟ في إيش ضد القانون؟ ولا شيء ضد القانون. ما هاي ناس اللي اعتدت عليك ناس متخلفة ناس مريضة. والله يا سيدي هذه يعني أنا شخصيا ما في شيء ضد القانون نهائيا، والجهات الأمنية تعلم كل شيء، ووقعت تعهد أمام الجهات الأمنية بأن هذا المشروع لن يستخدم لأي غايات دينية، لا شيعية ولا مسلمة ولا مسيحية ولا أي نوع من أنواع الديانات، فقط سكني استثماري. نعم شكرا شكرا يا أخي محمد، وإن شاء الله في نهاية اللقاء راح نعيد التقرير مرة ثانية، راح تتأكد أنت والإخوة المشاهدين إنه هذا المشروع هو عبارة عن يعني مشروع سكني شبه شقق فندقية، والمتعهد القائم على بنائه راح يقول هذا الكلام في التقرير زي ما سمعنا فيه. هو المتعهد من المزار، من نفسه كذا المزار. اسمه صلاح سرحان أظن. لا في معنى اتصال الأخ صلاح سرحان. هلو. السلام عليكم. وعليكم السلام الله. يعطيك العافية عزيزي. يا هلا بيك. أنا صلاح سمحان من عمان. أهلا وسهلا أخ صلاح. يا عزيزي بدنا نسأل يعني إنه هاي الطائفة هاي اللي حرقت المشروع. نعم. وحرقت الفيلا. نعم. هذا المشروع كان يدر على البلد بالخير ويفيد أهل المزار. يعني مين هالطائفة هاي اللي حرقت هيك مشروع وأذت هذا الرجل؟ وهذا الرجل أردني ويحمل رقم وطني. نعم. وبده يفيد البلد. نعم. شو تعليقك على هيك سيدي؟ تعليقي يا أخي الكريم، أنا الحقيقة أولا أشكرك جدا أخي الكريم. الحقيقة أنه هذا المشروع لو تم وأنجز حسب المواصفات الموضوعة له واللي سبق ويعني عرضناها على الإخوة الكرام، أولا في أسفل هاي اللوحة في أسفل هاي اللوحة هون أسفل اللوحة، أنا راح أغطي ويجي معلش مضطر، أسفل اللوحة في خانات في خانات مربعة، هذه الخانات اللي بنى إن شاء الله الكل بيكون عنده بناء وبيبني مكتب الهندسي بيعرف فيها اسم المكتب الهندسي شو مكتوب عليها هاي معلش تسمعني اقرأ اتفضل هي اتفضل هاي شريف اتفضل سيدي مكتوب عليها هون هاي النظارة إذا بدك إياها. نظارتي معلش عفوا. تفضل. مكتوب عليها مكتب المهندس مفيد الزيادين. مفيد الزيادين. نعم. تصميم مهندس مفيد الزيادين. نعم. رسم مهندس الشنابلة. نعم. تدقيق مهندس مفيد الزيادين. نعم. المحتويات الواجهات المعمارية مقياس الرسم، وهنا في مختومة بختم نقابة المهندسين الكرك. الكرك فرع نقابة المهندسين. نعم. بالكرك هذا هو الختم الأخضر اللي عم بشير عليه. طيب هذا المشروع لو تم شوفوا قديش يا إخوان بده يدخل عليه ناس إن شاء الله دائما الخير واجد في الأردن، قديش بده يصير فيه حركة تجارية على منطقة المزار، قديش بده تصير منطقة المزار منطقة معروفة عنا، منطقة فيها زيادة عدد ضخم من الناس اللي ممكن تزورها، تشجيع واستثمار حقيقي في السياحة الدينية. الأخ محمد علاوني من الطيبة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام الله أخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك. تفضل. بارك الله فيك ونحيي جلالة الملك خليك ربنا. أوه. الله يسلمك. وهذا العمل. نعم. يعني مش من الأردنيين. الله يخليك. هذا أملنا كلنا إحنا في الأردن. أعلى من هيك. نعم. شكرا كثير يا أخي محمد. إحنا الحقيقة يعني ولا أبرئ نفسي، لكن يعني لكل قاعدة شواذ. والنفس أمارة بالسوء في غالب الأحيان، فلعل هذه الفئة يعني ارتأت شيئا لا نعلمه. سنحاور الأخ جميل ونتابع.
لا حول ولا قوة إلا بالله. طب هلا انت جبت مجموعات من البهرة قبل هالمرة.